الشيخ عبد الحميد الذي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه النسخ التي تعود. الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه كان يمثل علماء الأمة، علماء الأمة العاملين، ولذلك كانت دعوتنا متجددة إلى أن نجعل من يوم العلم مناسبة للتذكير بفضائل العلم. عندما تنسب المكتبة للشيخ عبد الحميد نعلم يقينا أنها تحتوي ذخائر، تحتوي هذه الكتب النفيسة التي حملت هذه العلوم التي حملها الشيخ ابن باديس.